الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. السلام عليكم. أبعطيكم سر يا إخوان، في آية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم، ما يحب الشيطان. ليه؟ لأن كل كلمة تتكلم عن الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هو الله، له ما في السماوات وما في الأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من هو الله؟ كل كلمة تتكلم عن الله. لذلك هذه الآية لا يحبها الشيطان، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. وإذا قرأت دبر كل صلاة بإذن الله ليس بينك وبين الجنة إلا أن تموت، لذلك لأنك تعرفت على خالق هذه الجنة، فستصل بإذن الله إلى جنة الفردوس الأعلى. صلى الله يجمعني وإياكم بها، وصلى الله على نبينا محمد.